السلام عليكم خوتي، السلام لكم، تحياتي لكم. رانا في ماربل عرش، وهذا شارع أكسفورد ستريت معروف هنا في لندن. اليوم راح نهضروا على موضوع مع واحد الاخ، مع الاسف ما يحبش يبان يحشم. بكل حال نهضروا على نصايح لخوتنا الحراقه. خويا العزيز السلام عليكم. السلام ورحمه الله. رانا في لندن، عايش في لندن مده. رانا في أكسفورد ستريت. راه كيما تشوف هذه البيلدينغ عمي صالح، هذه كاع اوفيسز ومتاجر كيما بالضبط. سبيس يس. وهذا البري مارك الكبير معروف هنا في لندن. المهم نهضروا على موضوع نصايح الشباب تاعنا الحراقه. انا ما نستحي نقول حراقه، لكن شباب جديد جاي الغربه مهاجر. الشباب الباحث عن الحياة أفضل، من أجل حياة أفضل، من أجل مستقبل أفضل، من أجل حياة مزدهرة في ديار المهجر. وأنا أشوف بعض الصفحات يكذبوا عليكم خوتي، يكذبوا عليكم، ربما الآخر عنده نظرة تختلف. عمي صالح، هذه الصفحات لأصحاب التيك توك والإنستغرام واليوتيوب حتى، هادو راهم يكذبوا على الشباب، يعني خلوا الشباب يعني حتى اللي عنده 10 سنوات تقول له وش الحلم تاعي، يقول لك راح نهجر. نحرق. هذا خطير جدا. الناس ما راهيش تعطي نظره واش كاين صح هنايا. انا ما نقولش ما ننصحش بالهجره ولا ما ننصح بالحرقه، اللي يجي مرحبا به، هذه ارض الله واسعه. بصح لي الناس اللي قاعده تمد لكم في صوره على واش كاين هنا راهم يكذبوا عليكم. والله غير يكذبوا. عمي صالح راني صرات لي، انا كنت نشوف اصدقاء ونتبع، انا كنت نتبعك كي كنت صغير. الحمد لله كي جيت لندن هنايا شفت حياه مغايره تماما. حتى هذو اصحاب الصفحات والله يا كارثه. عمي صالح يكذبوا على الناس، والناس لازم تعرف باللي واش قاعدين ينشروا هذولا او راه مختلف تماما على الواقع. راهي صعيبه بزاف عمي صالح هنايا، وراهم يكذبوا على الناس. خاصه يجي واحد بلا حرفه ولا لغه ولا شويه دراهم، لان مشكله صاحبك يقول لك ارواح، بعد يطفي لك التليفون ارواح ماشي مشكله، وبعد ما تلقاش في الواقع تولي تبات برا، تولي تدخل في المخدرات، تولي تسرق، تولي الى اخره. كي تجي بدراهم تخبيه ما عندك، تعلم اللغه اللي هي مفتاح. اي لغه، اي بلاد تروح لها لازم لغتها. عمي صالح اللغات هم مفتاح الفرج، مفتاح الفرج في 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 الغربه في اي مكان. يعني اي مكان اللغه والحرفه، اللغه والحرفه كيف نقول الاخلاق تاعك والصبر. انا نوصي بالصبر، لانه ما ترانا في بريطانيا نتحدى على البلد اللي راني فيه، هنا لازمك صبر كبير عمي صالح. يعني عاد صعب الانسان اللي غير قانوني هنا باش يقرا عمل، صعب جدا. الناس اللي تسمعني على بالها، لهذا لازمك الصبر، صبر وصبر، صبر هكذا. هذا لاعب من اللاعبين، هاوليك فرها فرها هذا فرها او فري هذا. صبر كثير، هذا صبر كثير. ها وداها كيما قلنا رانا في أكسفورد ستريت، والاخ قال لك صبر جميل، صبر صبر كبير. علاش؟ لانك مصيرك مجهول. الكوارت هنا خوتي تحت رحمة القانون، 20 سنة بدي القانون الكوارت هكذا. صعب جدا، حتى مع الانتخابات جدد هذا الحزب اللي خرج الحاكم في بريطانيا، راه زاد يعني شدد العقوبات مؤخرا. يعني 60 طوزنة و 60 طوزنة على من؟ كي يحاكموا واحد غير قانوني يشغلوا 60 طوزنة ويقفلوا البزنس هكذا. وزادوا لها عمي صالح حتى المتابعة القضائية، يعني السجن هكذا. يعني المحل، الناس اللي تخاف لا تخدم، يعني بكل صراحه يعني ربي يكون في عونه وخلاص. بس امين امين اخويا العزيز، وزيد زيد المشكله تاعنا. والله بلادنا غنيه اخي العزيز، لو يعطوا كل واحد حقه، بترول كاين، يزيدوا السميك، يطلعوا السميك 3 ملايين 4 ملايين تحت 5 ملايين ما دير بها والو في الجزائر. ايه 80 باوند عمي صالح، راك خط الفقر خلاص. يعني في المقابل راك دوله غازيه، ما نقولوش بتروليه، نقولوا دوله غازيه وبتروليه وعندها طروات كبيره كيما يقول. لكن المفروض يديروا معالجه السميك، هذا الاجره هذه قليله على الناس على حسب التخصص. احنا رانا ناملوا كل عام، نقولوا امل كل عام، كل 5 سنوات نقولوا يجي نظام جديد، يجي ناس يشوفوا الشباب. بصح رانا ما زلنا ناملوا على كل حال، ان شاء الله تبدل البلاد، ان شاء الله يشوفوا الشباب، لانه الشباب هو اللي يبني الدول، هو يبني لك الامم. الناس راهي تشوف مع الشباب، شوف انت تلقى عمي صالح الشباب يخدم مهتمين بهم ما شاء الله، 16 سنه يخدم ما شاء الله. حنا تاعنا راه 40 سنه لا خدمه لا والو، شنو يخدم؟ لا حول ولا قوه. يعني حياه صعبه، ربي يكون في عون. الله يهدي المسؤولين تاعنا اللي لا مش قايمين بالامانه بيني وبينك. علاش؟ امين. مسؤولين، راهي مسؤوليه امام الله، مسؤوليه امام الله تعالى على هذه الامه. الشباب في عمر الزهور تلقى حارق في البوطي ورايح من اجل حياه افضل، لا مصير مجهول.
شيء خاطر. عمي صالح مؤخرا بقى عندها 4 ايام اكثر من 1000 شخص يعني هجر الجزائر في 48 ساعه، فهذا رقم قياسي. الدوله هذه ما فيهاش راهي حرب ولا راهي في عوائل، حتى الشخص عادي يحرق يعني مع بنته عندها شهرين وزوجته، يعني هذا الامر يعني لازم الدوله تاعنا تفتح دير هيئه ولا دير ما على باليش باش يدرس القضيه هذه قولها حل في اقرب وقت. يعني شيء خطير ماشي شيء حبر على ورق، يعني تفتح مجال للشباب واش كاين وقالوا الحلول في اقرب وقت. هذه الامور نهضر عليها سنوات لكن لا حياه للمنفردي كي نرجعوا. واش قلنا رانا ناملوا كل مره امل، كل مره امل، يعني الصبر راح ينفد. امل امل لا يديروا في الدعوه، هذا شوف هم يديروا في الدعوه، ها هم يديروا الدعوه ما شاء الله في قلب لندن. انا مع السيلبريتش خويا العزيز، الله يهدي ما خلق. شبابنا ما تسمعوش الناس يكذبوا عليكم، اسمعوا الراي اللي بكيك ماشي اللي ضحكك، يعني الناس هادو يكذبوا عليكم يكذبوا عليكم يكذبوا عليكم، وخونا على باله واش كاين. بتجربه عمي صالح، شفت بعينك نصيحتي ليهم، تهجر مرحبا بك، يعني الهجره الهجره الرسول صلى الله عليه وسلم وهجر، تهجر الحياه افضل لي جينا تتعلم اشياء. انا نصيحه الواحد نعطيها رايي، يعني يقدر يكون اصبت ولا اخطات، انا يتعلم لغه وما تخليش على دينك وجيب معك حرفه والصبر 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 ودعاوي الوالدين وشويه دراهم اكيد، يعني الدراهم تجيب له دراهم تنور يا اكيد، يعني لازم تجي معك على الاقل تو مانس هذوك باش تكري كيما نقول لك تكري روح وتكل على روحك. بارك الله فيك هذه، بارك الله فيك عمي صالح، جزاك الله خير، يعطيك الصحه. السلام عليكم. ما قصرنا كما يقولوا الخليجيين، هذه سياره لندن ها بلاك كاب. خاوتي ربي يحفظكم ويرعاكم، سلام.